سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم صاحيين بدري. ليش صاحيين بدري؟ لانه رايحين على المطار. ليش رايحين على المطار؟ عشان بدنا نسافر، ما حنستقبل حدا اليوم. انا ووليد مسافرين. بالضبط. وين مسافرين اليوم يا جماعه؟ انا وعصومي مسافرين على تركيا. طيب يا جماعة، زي ما حكينا لكم، أنا وعصوم اليوم سافرين على تركيا. طبعا بابا راح يوصلنا. طبعا هاي السفرة يا جماعة راح تكون غير باقي السفرات. ليش؟ لأنه هالمرة أنا وعصوم مسافرين لحالنا. هلا مش لحالنا. بالضبط، رايحين معنا الشباب أصدقائنا، راح تشوفوهم بالفلوقات الجاي إن شاء الله. وطبعا بابا اليوم صباح خير بابا. صباح الورد والفل والياسمين والناس اللي رايحين. ايوه، على تركيا مكشخين. الله، احنا من الجوع فارطين. وبدنا ناكل طين وتين. الله. اوكي عرفت. ما يلك ما يلك بالضبط على اللون. فلذلك يا جماعة اليوم راح نصور لكم فلوق سفرتنا، فخليكم معانا. يلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ربي. أخيرا وصلنا المطار. نورت ونورت. رايح مسافرين. أنت أي واحدة شنت تزرع؟ أنا على الحمراء. أنت أي واحدة؟ يلا تفضل. اسمع، خذ الخضرة. خضرة أحسن. هاي مو خضرة. كيف معكم؟ إن شاء الله. أخباركم طيبة؟ بك شي حاج. يلا السلامة. ديروا بالكم. حاضرين. يلا حاضر. طيب يا جماعة، خلصنا البوردينج وختمنا الجوازات وكل اشي، والان طالعين على اللونج انا وعصومي. ان شاء الله. وان شاء الله راح تكون سفرة رهيبة هيك، يعني فيها اشياء جميلة راح نعمل فيها. خليكم معنا. سنة. ايش فيه؟ حسين؟ لحظة يا جماعة. شو؟ ايش معلم؟ حسين؟ وين رايح؟ شو جابك؟ تعال. انت مش كنت بالكويت؟ والله حسين. وين رايح معلش؟ وين كنت؟ ضحكوا مسافرين مع بعض. لا جد؟ انت جاي معنا على تركيا؟ ولا جد تحكي؟ وين طلعنا البوردينج؟ شوف. والله حسين كحلوت اسطنبول. سبحان الله. الله اكبر. شو جابك انت طيب؟ ايش في مفاجأة؟ جد؟ طيب يلا بناخذه معنا على اللون، شو رأيك؟ يلا. طيب يا جماعه، طبعا انا قاعد عكس الكرسي بس عشان الشمس والاضاءه. بالضبط. المهم الان احنا باللونج وحسين طبعا يشب هناك لحاله. المهم الان عم نستنى الطياره. باقي ساعه وثلث بالضبط تقريبا. لا مش تقريبا، ساعه وثلث. لا ما في تقريبا، لانه ساعه وثلث. ساعه 22 بالضبط. لا انا عندي 23. لا 22. اوكي هلا والله على راسي. المهم الان خلينا نروح نشوف هيك اشياء خفيفه لطيفه، نفطر فطور خفيف قبل لا نطلع الطياره. يلا. شوف يا اخوان الاخ، شوف الاخ. الله اكبر. شايف احسني؟ الله اكبر يا اخي. شوف انا بس حسمح لك شغله واحده بس. شو؟ انك تشاركني بلقمه فول بس. يعني هذا مش الي؟ كيف حبيبي؟ بالضبط. جد تحكي؟ يعني هو خفيف، ايش خفيف؟ اسمع. كمل هاي بالله. الله اكبر. طب حد يعزمني. كيف حالكم؟ والله يا جماعه شوفوا، انا حطيت هالاكل. اتفرج. لا حرام، بس نجيب خبز. بدك خبز؟ بدي اكل. انا بدي اكل. بدي اخو شاركني بس. اسمع، لقمه فول مش اكثر. لا بكم خلاص. اوكي. طيب يا جماعه، الان خرجنا ورايحين الان على بوابه الطياره عشان نطلع. الى الطياره تقريبا نص ساعه. حد يعبرني ايش بدك؟ كم رقم بوابه؟ 130. يلا. المهم خليكم معنا. We'll be right back.
طيب يا جماعة وصلنا تركيا واخيرا ايش بدنا؟ مو مسافرين معك احنا يعني. تعالوا تعالوا اربوا اربوا اربوا. لا انت استنى استنى ارجع انت قرب. شو بدك؟ انت قرب. ما حارب. المهم انا ماسك الكاميرا حبيبي. ايش يعني؟ فانت اللي بتلحقني مش انا اللي بلحق. اسمع. نعم. كيفك؟ المهم يا جماعة الان وصلنا مطار اتاتورك في اسطنبول والان رايحين نجيب الشناتي وبعدها راح نستنى الشباب لانه في معانا شباب جايين من الكويت ان شاء الله. راح نستناهم قبل ما يجوا وبعدها نطلع كلياتنا على الفندق. فخليكم معنا. هاي شنطتي؟ ليش هيك مطعوجة؟ مطعوجة؟ لا 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 بتمزح. شيلها 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 شيلها. ايش يعني مطعوجة؟ مش عارف. ما انت فيها ايش هي؟ بس تأكد هاي اسمي ولا؟ طب انا وين شنطتي؟ خليها تكون اسمي انا. ايش مين هذا؟ وين؟ مقداد؟ اه مقداد خلص. انت مقداد؟ لا. ايوه ايوه. مين شنطتك؟ اي وحده شنطتك؟ ايوه الكحبني هاي؟ بني. طب شنطته هو شيلها. شكرا. شيلها 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 شيل شيل. اني كانت اشيل بس انا شكيت بالموضوع. مش شنطتي شوفها كده. بخاف هلا شنطتك ما توصل. تخيل عصو شنطتك ما توصل. ايه؟ تخيل شنطتك ما توصل. يعني بتكون مش دافعه. شو مش دافع؟ مو دافع. هاي شنطتك دافع. انا لا مصاري شنطتي. لو بس مطعوجي ليش؟ حرام يا اخي حرام. الله الله الله. شو هالحب هذا؟ احسن وحده بالكوكب. شو هي؟ هاي احسن منك. شنطه؟ اه بس مش زيك. شو يمك؟ يلا يلا انطلق انطلق. هلا والله هلا والله هلا والله. ايش 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 هالاستقبال هذا؟ هلا والله. هلا هلا هلا. صرنا طبعا ساعتين مستناهم الشباب بالمطار. هلا ملوكي هو احسن واحد بالكوكب. هلا حمود معلم كيفك؟ شو الاخبار؟ الحمد لله على السلامة. لا 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 تمصلح لا تمصلح لا تمصلح. انا الجايد هون بالرحلة لو سمحت يعني. طيب يا جماعة طبعا احنا طلبنا فان او باص شوي كبير عشان احنا خمسة وراح يوصلنا هلا على الفندق. ان شاء الله راح نحط اغراضنا ونشوف بعدين شو بدنا نسوي. فخليكم معنا وتحياتي لكم جميعا. وليد هيو الجايد طبعا. انت الجايد؟ انا الجايد والان هينا طلبنا الفان بالضبط والامور طيبة. يلا طبعا يا جماعة هاي الفان هيو شايفينه هذا الاسود. هاي وصل طبعا. والله احسن واحد بالكوكب هذا. هاي وصلنا على الفندق. يلا حطوا الشنط شباب. How are you my friends? How are you شباب؟ عراسي عراسي شباب. عشان تعرفوا يا اخوان انا ما باجر لكم اي شيء. انا بجيب لكم بجيب لكم فان ومرتب ضبطنا ضبطنا. كيف بس عشان تعرفوا كيفك حسين؟ طبعا مالك هسه بدي اعطيها سليب خفيف جدا. طبعا احنا حاليا مطار اتاتورك. مطار اتاتورك وحنروح على مطار صبيحة. تمام؟ لا مو رايحين مطار فندق بجانب مطار صبيحة. هذا تركي. وشو كمل كمل خذ راسك. يا زمان زمان وهلا. انقز الدريام هاي هاي. يا اخوان عصوب انت ما حط مترجم. كيف كيف اشوف اشوف اشوف. هل لديك مناديل؟ ها ايوه خلاص. شو هذا؟ هيو هبه برجع. اوكي ها ايوه يا اخي اخبرعات والله. تشكر ادريم تشكر ادريم. هاي اللي زبطت معه. طبعا يا جماعه حسين كحلوت كان قاعد بألف انه الجسر اللي احنا تحته الان جسر نفق. عفوا نفق. هذا نفق تحت المي. بقول انه تحت المي. انا مش مقتنع في الموضوع. كيف جسر
تحت المي هالقد. لا احسن اوكي كلامك صح معلو انا غلطان. اوكي بس انا مش صح صح. وين وصلنا الان الى الفندق. ايش حاسبه انا هلا بحاسبه. وين الفندق بالضبط؟ وين الفندق؟ هيو هناك على اليسار على اليسار. هيو على اليسار. طيب يا جماعة طبعاً إحنا الآن فتنا على الفندق وحكونا بس بدهم هيك ساعة عشان أقل عشان ينظفوا الغرفة ويزبطوا الأمور. نروح نتغدى هلا. فقررنا اليوم أو هلا نروح نتغدى في هذا المطعم هون جنب الفندق بالضبط. خلينا نشوف نجرب الأكل التركي. يلا شباب. يلا شباب حياكم حياكم. بسم الله. على الطاولة. حيا كامل. أيوه وصوا فينا. تركي شيوك. تركي شيوك. Only Arabic or English? In Arabic. Arabic. Arabic or English? Or English. Okay. Then chicken. Okay. Chicken. Uh-huh. Lamb Adana. Mix Adana. Mix. Okay. Mix. Hey, okay. Do you have okay. shawarma? Mترجم. Shawarma. أهلا تسلم بالك. Shawarma. Shawarma. شو اسمها؟ دونر. دونر. نو اوكي ما في. طيب خلص مشاوي؟ خلص مشاوي بس شو بدك؟ يلا مشاوي. ميكس ميكس. ميكس. يس ميكس. ميكس كل واحد. طبعا يا جماعة احنا قعدنا بالمطعم. الشباب كلياتهم قاعدين والامور تمام. المطعم هذا تقريبا ببيع مشاوي اكثر شيء. فقلنا له هيك يعمل لنا خلطة لحاله هيك يعمل لنا ميكس تشكيلة مشاوي. خلينا هلا نجرب يا جماعة. نجرب هلا نشوف ونعطيكم راينا بالمطعم. طبعا وصل الاكل الجميل يا جماعه شيء خرافي خرافي خرافي. طبعا صرت الشباب خلصوها قبل يعني بلشوا. وهي الخبز الرائع جميل. يلا شو ايش جد زاكيه. يلا دوقوا دوقوا. يلا شباب يا رب. طيب يا جماعه طبعا الان اخذنا مفتاح الغرف. كان المفروض كلياتنا نكون بغرفه واحده بس لسه مش متاح الغرفه. ايوه يا وحول. الله يرحمه. الله يرحمه. خفيف خفيف جدا جدا خفيف قوي خفيف قوي. مره ثانيه مساء الخير رجعنا لكم. طبعا الساعه حاليا 11:30 بالليل. انا والشباب احمد ومالك في حسين. طبعا لا طبعا نازلين نستكشف الحاره. ولي تركنا نايم تركنا نايم ونازلين. يلا يلا. وايه طبعا حسين اجى قبل هيك على هون هذا المكان. فوليد شو اسمك انت؟ حسين. شو وضع الحاره هون؟ كيف كيف شو ايش انت عايش في تحت؟ في بني ادمين تحت والله. في اسواق بس الساعه بعرفش الساعه 12 11:30 الفاتحه ولا لا. يلا خلينا نشوف. طيب يا جماعة أنا طبعا من أول ما وصلنا على تركيا قلت لهم بدي شاورما. طبعا ما غدونا مشاوي وأنا مصر بدي شاورما. لذلك حسين حكى لنا في مطعم شاورما هون. هيو هذا هذا يقال إنه مطعم شاورما زاكي. فخلينا نشوف نجرب شو الوضع عندهم. أربع سندوشات. طبعا حسين بده ثنتين لحاله ولا لا؟ أنا أربعة طلبنا أربعة. والله إخوان الريحة خرافية. شيء مرتب صراحة. طبعا أهم شيء يا جماعة مع الشاورما لبن إيران. شباب إيران كله؟ يلا. الله أكبر. اسمع بدكم بطاطا فرايز؟ طبعا يا جماعة خلصنا عشاء خفيف هيك شاورما إكست. وإن شاء الله هلا مش عارف وين بنروح. طبعا الناس كلها نايمة يا إخوان على فكرة. مفيش حد صاحي غيرنا بالبلد. طيب إحنا مكفيين لهاي. صح بالضبط. طيب يا جماعة الآن رجعنا على الغرفة. طبعا خلصنا زي ما شفتوا رحنا تعشينا ولفلفنا شوي ورجعنا هلا على الغرفة. إن شاء الله هلا راح نروح ننام عشان بعد 5 ساعات لازم نصحى عشان نطلع على مطار صبيحة وبعدها على أنطاليا. فهيك بنكون وصلنا لنهاية أول فلوج. إن شاء الله استنونا بفلوجات ثانية وأحلى. تحياتي لكم جميعا وتصبحوا على خير.